ايطاليا ترى مو ولاد البلاد، ولاد البلاد النفس الحارة راهم والو. نشكر الاخوان اللي شحضر معانا لهذا، نشكر الاخوان الصحافة تاعهم راهم مشكورين. اولا كنبغي نشكر الصحافة ديال مدينة الشماعية على هذه الوقفة اللي وقفوا معنا اليوم. كنبغي نشكر جميع الناس اللي حضروا في هذا المظاهرة اليوم في هذه الوقفة احتجاجية على فتح الملعب البلدي بمدينة الشماعية. كنلتمسوا من سعادة العام الإقليم اليوسفية أنه ديما كيوقف مع الشعب ديال الشماعية كافة، وخير دليل على أن ذاك الريزو اللي كان وقف عليه هو بكامل ذاته. الحمد لله. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كانوا حاضرين هنايا، أصحاب النفس أصحاب الدم الحار، كنبغي نشكرهم. حنا كاملين كنلعبوا الكره كاع هاد الوليدات كاملين من مدرسه، كاينين ثلاثه المدارس تقريبا ولا ما عرفت اربعه المدارس ما عرفتش. المهم كاينين دراري هنا كيبغوا يلعبوا الكره. راه حنايا الحاجه الوحيده اللي كنطالبوا منها هو يتحل لنا الملعب البلدي. صايب بغيت تصاوب ملاعب القرب نصاوبوهم مرحبا، ولكن حل لنا التيران. كل شيء هاد الناس كيضيعوا، راه بنادم غيمشي غيتبلى غيولي يقطع غيولي يدير حوايج اخرين، غيبقى التيران مسدود غيولي يطراو حوايج اخرين. حنايا ما مسؤولينش على هذا الشيء، حنايا بغينا غير التيران يتحل. انا كنوقف شخصيا على هذه المساله، وكنبغي نشكر الناس كاملين اللي حاضرين هنايا. ها انت اجي قرب اخويا، اجي قرب شوف اليد ديالو. ها انت هذا راه في التراب، الناس كيقول لك هادو يلعبوا في التراب، واش حنايا في 2001 2006 باقيين غنلعبوا في التراب؟ راه عيب، راه عيب نلعبوا حنايا في التراب، والله الا عيب بالله. ونجيبوا ميكاسا ونبداو نلعبوا في التراب، والغازو محلول، التيران محلول والغازو موجود الحمد لله. حنايا ما مخصوصين من حتى حاجه، ما باغيين لا شغل ما باغيين والو، حنايا باغيين المتنفس الوحيد ديال مدينه الشماعيه يتحل. يديروا معنا الحل، يوقفوا معنا، نجلسوا نهضروا ناقشوا المساله مرحبا. ما بغاوش راه حنايا، راه اش غنقول لك، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اولا قبل كل شيء السلام عليكم ورحمه الله. كنبغي نشكر الحضور اللي حضر لهذه الوقفه الاحتجاجيه. وباختصار غادي نقول هو ان مدينه الشماعيه كتعاني بزاف، واي متنفس واي حاجه اللي مزيانه للشباب ومزيانه للصالح العام كيحاولوا يسدوها. وحنا الان كنقوموا بوقفه احتجاجيه وما لقينا حتى شي مسؤول اللي كيهضر معنا. حنا لدابا واحد الساعه وحنا واقفين هنا، يعني ان الشماعيه سايره بلا مسؤولين بلا حتى شي حاجه. والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.